ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هيكون ريفيو عن سيروم حلو جدا جدا جدا. انا حطيت لكم ستوري على الانستجرام وان انا بستخدمه جديد يعني، وقلت لكم لما اجربه فتره كافيه هعمل لكم عنه ريفيو. وهو تان 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 السيروم فيتامين سي من ماركه ادفانسد كلينيك. المفروض الماركة دي ماركة طبية مكتوب هنا فوق، مش عارفة هيبقى ظاهر عندكم ولا لا، انه مختبر من قبل اطباء الجلد والحساسية، مختبر طبيا يعني، انه هو ما بيسببش حساسية وتحت اشراف طبي. فالماركة دي ماركة طبية كويسة. مكتوب برضو عليه انه هو انتي ايجينج، يعني هو محارب لعلامات تقدم العمر، ومكتوب عليه ان هو بيتارجت الفيتامين سي، بيتارجت دارك سبوتس اللي هو البقع الداكنه، وبيحارب الخطوط التعبيريه، البقع الغامقه لو انت بشرتك المفروض فيها تصبغات او بقع غامقه، والخطوط التعبيريه الناس اللي بتكشر دايما هنا فوق، الناس اللي بتضحك ضحكه كده من هنا، يعني انا شويه عندي هنا عشان بضحك كتير كده، مش قوي يعني، مش ظاهره عندي، بس يعني هو من هنا مثلا. الناس اللي بتضحك بعينيها جامد، المفروض ان هو بيحارب كل دي، اسمها الخطوط التعبيريه بيحاربها، و بيدي لوك في الاخر مشدود، يعني بشره في الاخر مشدوده وشكلها حلو. ومكتوب عليه برضو تاني ان هو في الفيروليك اسيد اللي هو بيدعم الاشراقه والنضاره الشبابيه للبشره اللي هو تمام. دي الحاجات المكتوبه هنا. وهنا بقى جايبين لك الصوره دي، وكاتبين برضو عليها كل واحد يعني مشاور لك على الاماكن اللي ممكن تكون فيها مشاكل وهو بيعالجها. هنا عند العين كاتب لك ان هو سكين تون، انه بيخلي فيه نضاره فيها، ولو في اي دماجد او اي حاجه فيها بيظبطها، وفي الاخر هو بيدي بشره مشدوده واكتر اشراقه وشبابيه. ده شكل الازازه تمام. بعد ما اتكلمنا بقى عن هو بيعمل ايه وايه اللي مكتوب فيه وكل الكلام ده، ده شكل الازازه بتاعته. هي 52 مللي دروبر بدروبر بالشكل ده. ده شكله من جوه، هو من جوه شفاف، لو انت فاكره ان هو من جوه مثلا لونه اورنج او كده، لا هو من جوه لونه شفاف. ليه ريحه، ودي الحاجة يمكن الوحيدة اللي ما عجبتنيش فيه، ان هو ليه ريحة، ريحة اورنج خفيف بس هي ريحة مش صناعية، ريحة طبيعية، ريحة برتقال خفيف خالص، ريحة طبيعية بتروح جاست، بس بيتشرب على البشرة خلاص بتروح، بس تحسي بيها في الاول، اول ما انت بتحطي الدروب على وشك او بشرتك. هو قوامه مائي جدا 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 جدا، قوامي مش جل او اي حاجه، وقوامه مائي، جاست انت بتحطيه على بشرتك على طول بتشربه، بتحسي بشده سيكه بسيطه، فلازم بعده مرطب. انا بستخدمه ازاي؟ كنت بستخدمه كل يوم بالليل، وخرجت بيه كذا مره الصبح، بس لازم لو هتستخدمي فيتامين سي الصبح، عكس ما الناس فاكره ان فيتامين سي ما بيستخدمش غير بالليل ولازم ما بتعرضيش للضوء، لا خالص، عادي جدا فيتامين سي بيستخدم الصبح. بالعكس، في دراسات اثبتت ان هو لما بتتعرضي للشمس ده بيمتص البشره احسن وفعاليته بتبقى احسن على البشره، بس لازم بعده صن بلوك لو هتتعرضي للشمس. بصراحه تجربتي معاك كانت حلوه جدا، حسيت بشرتي مشدوده. انا ما كانش عندي بصراحه خطوط تعبيريه اوفر باينه عشان احس فيها بالموضوع ده، ولا كان عندي برضو فروقات او بقع دكنه او كده. انا بشرتي الحمد لله، الحمد لله اللهم بارك، كانت ما فيهاش المشاكل دي، لكن حسيت اوفر اول يعني ان هو بشرتي مشدوده وهيلثي. كنت ابص في المرايه انا حاسه بشرتي هيلثي. انا من ساعه ما بدات ان انا اهتم بموضوع السيروم ده، سواء ده او قبليه فيشي، برضو حسيت ان بشرتي بقت هيلثي جدا، بشره بيبي مشرقه، شكلها بينور، ناعمه حلوه، بغض النظر عن الحبايه دي قربت تنشف الحمد لله. ف
فدعولي تروح. بس بصفه عامه بشرتي كانت ناعمه مرتويه مشدوده فيها تورد كده طبيعي، لا بصراحه فرق جدا في بشرتي، عجبني قوي 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 قوي. لو انتوا عايزين تجيبوا نوع سيرم يكون حلو فيتامين سي انصحكم تجربوا الماركه دي، وسعره لو جبتوه من بره لو انتوا عايشين بره مصر فانتوا بصراحه يا بختكوا يا بختكوا يا بختكوا، اطلبوه من اي هيرب بصراحه رخيص جدا. انا كنت جايباه من اي هيرب بصراحه كان ب 30 ريال او 35 حاجه في الرينج ده، رخيص جدا طبعا. في مصر بقى انا مش عارفه، في مصر مش موجود غير اونلاين، المركز دي مش بتتباع في الصيدليات، شوفوه موجود في اونلاين اسعاره ايه. ده هو ده كان الريفيو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه لو ما كنتوش اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار من الفيديو على طول، واعملوا لايك وكومنتات عشان دي بتساعد الفيديو ان هو ينتشر ويتعرف ويترفع واليوتيوب بينشره اكتر. واستنوني هجرب ان شاء الله بعد ما ده يخلص او في الاواخر كده ما يخلص، انا بستخدمه لسه مخلص فاضل فيه شويه حلوين، هعمل لكم ريفيو عن الهاليورونيك من نفس الماركه والريتينول، وده اللي انا مستنياه بفارغ الصبر ان انا اجربه، بس مش عايزه افتحه دلوقتي عشان هما صلاحيتهم 6 شهور فقط من بعد الفتح، فلو فتحتهم كلهم مش هقدر اخلصهم اكيد في 6 شهور فهيبوظوا، فبفتح واحد واحد. وعشان كمان التجربه تبقى كويسه انا هعمل عنهم ريفيو، فلما بحب ان انا هعمل ريفيو عن منتج بحب ان انا اركز مجهودي عليه، يعني يبقى هو بس اللي بستخدمه علشان اعرف فعلا النتيجه دي بتاعته ولا بتاعت حاجه تانية بالظبط كده. بس فاستنوني وبس كده، باي باي.